الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أعمال رمضان، وأهم عمل على الإطلاق في رمضان هو الصيام. فالصيام شيء جميل وشيء عجيب وشيء خطير، يعني يكفي في رمضان بس شرفاً. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بما إني أدعي أني أحبكم في الله، أسأل الله أن تكون صادقة وليس الدعوة، فأنا أنصحكم وأنصح نفسي قبلكم ألا يمر علينا رمضان هذا إلا وقد غفر الله لنا. دي وصية. لو أنا لي سلطة عليكم فأقول أن هذا أمرا وليس فضلا، اوعى رمضان يضيع منك. دي أمر. لو أنا لي أمر عليك وأستطيع أن تكون تحت عيني فلا تغيب عن عيني ليلا ولا نهار، فأجعلك تصوم على الوجه الذي يرضي ربنا وتقوم على وجه، لا فعلت ذلك غير متوان ولا متكاسل. النهاردة حضرتك عشان تفوز رمضان أول حاجة قاعدة أنك أنت لابد أن تعظم ذلك الشهر. ربنا قال كده: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تخيل أنا يعني الحديث بتاع رمضان كتيرة، بس الحديث اللي وقع عليه عيني: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. والحديث في مسلم، والحديث رواه سهل بن سعد. أنا بحب سيدنا سهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، فكان لما يخرج يسأل رجل اسمك إيه، فلما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. فالنهاردة سهلة إنك تخش من باب الريان بس صوم. ليه الريان من الذي؟ ليه؟ لأنك أنت عطشت، فتعطش اليوم ثم تشرب يوم القيامة، تدخل من باب الريان. قالوا كده، قالوا إيه: فأما من أوتي كتابه يميني فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، كلوا واشربوا. قالوا ده بتاع الصائمين. فالنهاردة يا جماعة لازم رمضان تبقى نهايته كده الريان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، الحديث أنا كل الأحاديث اللي أقوله لكم إن شاء الله صحيحة، كلها من صحيحات الترغيب والترهيب. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء يقولوا إيه؟ حضرتك خلصت كل حاجة، بتيجي قنطرة الحساب، كل واحد له عندك حقوق ياخدها، عارفين حديث المفلس طبعا، إلا الصوم ما يقدرش ياخد منه، لأن ما فيش أجر مكتوب، الأجر مكتوب عند الله فما ياخدش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة. جنة كان وضحها في حديث ثاني كجنة أحدكم للقتال. زمان لما كان بيقاتل كان بيلبس درع حديد، بيلبس حديد، يحط خوزة حديد عشان لما حد يضرب بالسيف سم. فالصيام جنة، بس هنا جنة من القتال، جنة من النار. تخيل أنك أنت جاي يوم القيامة صايم، صايم، فتلاقي باب الريان يناديك: تعال أيها الصائم أقبل علي، خش من هنا، فرصتك رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فلا يرفث، ما فيش أي كلام في الجماعة، ولا يصخب، ما يبلاش دوشة مرصوت عالي، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مريء صائم، فليقل إني صائم، إني صائم والذي نفس محمد بيده، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف ده البطن لما تفضى فتبدا المعده تطلع ريحه وحشه، الريحه دي طالعه من جوه. الخلوف ده ما حدش يقدر يتغلب عليه، ما بيروحش مهما حاولت. الخلوف ده كل الناس ما بتحبوش، يكره طبعا لكن يستحب شرعا. لما يكون كده اطيب عند الله من ريح المسك، لدرجه ان الفقهاء قالوا ان ما تتسويش بعد الظهر عشان الخلوف تطلع،
فما ضيعش ريحه الخلوف اللي ربنا بيحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان. خلي بالك الكلام ده كله لازم تحتسبه، انا بقول لك عشان تحتسبه طول ما انت صايم تقول الكلمتين دول لنفسك، الخلوف ده اطيب عند الله من ريح المسك، الريحه مضايقاني لكن هي اطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره. النهارده انا صايم ساعه المغرب افرح، اخر الشهر افرح بالشهر كله، ثم اذا لقي ربه فرح بصومه. لما انت ترك طعامه وشربه وشهوته من اجله لازم تفرح، لازم تفرح. عشان كده بعد الحج عيد، بعد رمضان عيد، بعد العبادات عيد. رمضان لسه لينا كلام عن رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهدايه والتوفيق والسداد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.